جهاد فاس مكناس سي رئيس مجلس العمالة السيدة ممثلة الجهة السيد المدير الجهوي السيدة والسادة الحضور. أولا السيد الرئيس بغيت نهنئكم ونهنئ السيدة عاملة مكناس والساكنة المكناسية لهذا العرس اللي كينضاف للدينامية اللي كتعرف مدينة مكناس الحمد لله بالإضافة إلى المعرض الدولي للفلاحة اللي إن شاء الله هذه تنظم في النسخة ديال 16 في شهر أبريل. المعرض الدولي للخشب اللي هو أنا كنعتبره ملتقى مهم وطنيا مكسب لمدينة مكناس كما حافظوا عليه كبار الإخوان، والهدف ديالو هو تثمين الخشب. ألوغ ملي كنهضرو على تثمين الخشب كاين تثمين الخشب في تراثه الوطني والمحلي، وتنظن على حتى الاختيار ديال مدينة مكناس باش تحتضن هاد المعرض هذا ما جاش هكاك نظرا للعلاقة ديال مدينة مكناس بغض النظر على المعطيات ولا على الخلفية ديال اختيار مدينة مكناس، ولكن الاختيار كان صائب نظرا للعلاقة ديال مدينة مكناس مع المحيط ديالها الغابوي. لأن ديما كانت علاقة ديال مدينة مكناس مع إقليم إفران كما فيه أزرو وخنيفرة إلى غير ذلك، يعني واحد الغطاء غابوي جد جد مهم واللي هو يعني المنبع ديال المادة الخام اللي هي الخشب. ملي كنهضرو على المادة الخام إفكتيفون، وهنا السيد الرئيس تنظن بأن عندك واحد الدور كبير اللي كتقوم به وخص تجي تقوم به، هو التنمية ديال السافلة ديال سلسلة الإنتاج اللي هو الخشب. يعني دابا كاين تراث الحمد لله حنا جالسين تحت منه كنشوفوه، ولكن أهم شيء هو المادة الخام هو الإنتاج. والإنتاج فعلا كاين الغابة، ولكن لماذا العمل مع القطاع الخاص كيف كيف مجموعة ديال الدول، وأنا شفت نماذج والنموذج بالحق اللي شفتو اللي تخي فخابون باش يف الولايات المتحدة البرتغال كاين منتجين ديال الخشب باش القطاع العام، ولكن كاين قطاع خاص اللي كينتج الخشب كاين في المغرب، ولكن كاين غير واحد النوع واحد ديال الاشجار اللي هو لوكاليبتوس اللي كتخرج على لوكاليبتوس، ما كاينش يعني انواع اخرى ديال الاشجار. اذا انا كنظن هذا يعني لامون لا فيليير خص يكون عليه واحد الاشتغال باش يبعدكم، ولكن مع مجموعه من الشركاء المؤسساتيين وكذلك القطاع الخاص، لان باش نحافظوا على التراث خصنا مادة خام، والمادة خام خصها تكون مغربية وخص يكون انتاج وطني. واحد النقطة أخرى اللي شرحتو لها السيد الرئيس واللي كنعتبرها أنا كذلك مهمة واللي تساهم في ديمومة وصيرورة هذا الملتقى والسلسلة بصفة عامة، هو هذاك الجناح ديال الشباب. أنا كنعرف بعض الشباب اللي كنت لاقيتهم في مجموعة من المناسبات واللي كيشتغلوا في هاد السلسلة اللي كيشتغلوا في الخشب وفي يعني في الخشب اللي عنده واحد البعد معماري مغربي، وتنظن بأنه مواكبة هاد الشباب وخلق ومواكبة وتمويل وتأطير مقاولة شبابية حتى هو غادي يساهم باش نحافظوا على التراث باش ما يوقعلناش كيوقع القطاع ديال الصحة كنكونوا الناس كتهرب للخارج، والدولة لقات راسها أوبليجي أنها تاخذ دي ليزير دراكونية باش توقف داكشي. تنظن بأنه هذا العمل اللي خصنا اللي هو في الحقيقة ماشي الدور ديالكم بوحدكم، ولكن الدور ديال مجموعة ديال الإخوان كذلك ذكرتي واللي هذه كنعتبرها البون نوفيل هو التكوين ولا انواع التكوين اللي تم التصدير ديالها، لان راه ايفيكتيفمون كاين التكوين بالتدرج، التكوين بالتدرج اللي ما كيتطلبش واحد المستوى دراسي، هو غير سو فورم دو بيرفيكسيونمون اللي كيدار واخا ملي كتكون كتمارس واحد المهنه. وكاين التكوين ديال التاهل كاليفيو اللي خصو واحد النيفو ديال الكاتريام اني سكوندير، والجديد واللي كنعتبره انا جد مهم لان فعلا هذه ماشي غير حرفه، هذا فن خصو يتدرس بالطريقه ديالو، خصو يتاهل بالطريقه ديالو،
باش يكون عنده داك البعد التاريخي ونحافظوا عليه دون لي ريغل دو لار. هي تكون التقني والتقني المتخصص. ولماذا من بعد يكونوا معاهد عليا لهذا التكوين ديال التكوين في هذه الفئه ديال السلسله؟ لان فعلا كاينين اللي كيمشي لدول اخرى كتلقى انجينيور في لوبا، انا انجينيور يعني من لامو حتى لابال، جميع انواع ديال الخشب الديفلوبمون ديالها لاش كتصلاح اتسيتيرا. ان هذا كيبقى واحد الميدان جد مهم اللي خصنا نشتغلوا عليه. وبغيت كذلك نهنئكم على برنامج ديال العروض والمحاضرات، حتى لانه جد غني. كاينه مجموعه من البرامج دورات تكوينيه ورشات اللي كتهم التصميم بقطع الخشب. شجره الارز وما ادراك ما شجره الارز، الواقع والافاق الى غير ذلك. فهذا كله الحمد لله كيبشر بالخير، وغادي يخلينا اننا يعني نعاودوا نحيوا الديناميه في هذا القطاع هذا. ومرتاح اخرى السيد الرئيس كنهنئكم ونتمنى التوفيق والجميع ان شاء الله. شكرا.